والله الحمد لله ان المملكه يعني تعيش يعني في نعيش في مرحله تحقيق الاحلام على جميع الاصعده المختلفه بفضل دعم وقياده الحكومه الرشيده على راسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومهندس وصاحب الرؤيه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. المملكة وكل من له حلم في بلده ولله الحمد أصبح يتحقق حلمه على أرض بلده، وإحنا في مجال سباقات السيارات والدراجات النارية أيضا نشهد أحلامنا اللي كنا نحلمها بالسابق صارت حقيقة بالواقع. قبل سنتين استضفنا الفورمولا اي، والسنة إن شاء الله المقبلة 2020 نستضيف أكبر وأصعب وأشهر رالي على الإطلاق هو رالي دكار. الحمد لله يعني هذه يعني كلها أشياء مفرحة وجميلة وتعطي الفرصة للمتسابقين المحليين أنهم ينافسون الأبطال في أصعب تحدي لهم، وأيضا يفتح المجال للعالم الخارجي لرؤية المملكة وشعبها وعاداتها وتقاليدها ومناطقها المتنوعة الجميلة الخلابة. فأيضا يعني أبوابنا فتحت للعالم، نحن الحمد لله عندنا إرث وعندنا حضارة نفتخر بها. فأهلا بالعالم إلى السعودية، وأهلا بالرياضيين في منطقة وبلد الأحلام وهي المملكة العربية السعودية. الصعوبة يعني أنت تخيل، شفت المراحل، في بعض المراحل في اليوم تصل مسافتها إلى 900 كيلو في اليوم. أنت لما تسوق سيارتك 3 ساعات وأنت في 4 ساعات في طريق عادي تحس بالتعب، فما بالك اللي سابق واللي يقطع هالمسافات بسرعة عالية على أراضي وعرة، وخصوصا الدراجين. طبعا يعني في الانطلاقة وفي داخل المراحل حيكون في الانطلاقة حيكون في مثلا متحف للدكار، حتكون في السيارات دكار وفي الفرق، وحيكون في فعاليات مصاحبة ترفيهية. فالمراحل احنا ما شاء الله يعني دكار في شهر واحد، وعندنا الجو في السعودية يكون جو يعني بر جو طلوع، فممكن يعني الجميع يعني يروحون الأماكن المناطق اللي حمر فيها، ممكن يستمتعون أهل المخيمات وأهل المزهات أنهم يشوفون هالأعداد الهائلة. عندك أكثر من 360 عربة ودراجة تمر في مناطق السعودية الجميلة. فيعني الحقيقة هي احتفالية، هو مهرجان كبير، وانا انصح الجميع يعني اللي موجود في منطقه الانطلاقه انه يحضر، ومنطقه في جده هو نهايه الرالي في القديه. هنا حيكون في احتفالات، حيكون في اشياء كبيره.